أفادت مصادر محلية بأن فصائل المعارضة سيطرت على مناطق جبلية في ريف اللاذقية الشمالي في وقت تتعرض له المنطقة لقصف مكثف منذ صباح اليوم. وبحسب المصادر فإن الثوار بسطوا سيطرتهم على جبل زويقات وعدد من التلال في جبل الأكراد، كما احتجزوا بحسب المصادر عنصرا من النظام وقتلوا آخرين خلال المعارك. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكاي من ريف اللاذقية الناشط الإعلامي أحمد الحاج بكري. مرحبا بك سيد أحمد، ضعنا في صورة التقدم الذي أحرزه الثوار اليوم في ريف اللاذقية الشمالي. أهلا أخي الكريم. مساء ليلة أمس استطاعت مجموعة من الثوار وبإرادة يعني عملية رصد ومتابعة استمرت لعدة أيام من التسلل واقتحام تلة وجبل الزويقات الحاكمة والمشرفة على قرية عكر وقرية بوز الخربة، والتي تقع ضمن السلسلة الجبلية الواصلة بين قرية جبينة المحررة وقرية جبل الأحمر التي سيطرت عليها قوات النظام خلال الأشهر الماضية. تلة الزويقات لها أهمية استراتيجية كبيرة كونها تشرف كما ذكرت لك على عدد من التلال والطرق المهمة وعلى قرية عكر التي تسيطر عليها قوات النظام، بالإضافة إلى كونها من أعلى التلال في هذه السلسلة الجبلية الواصلة بين قرية جبينة وقرية جبل الأحمر. استطاع الثوار قتل جميع عناصر قوات النظام المتواجدة ضمن هذا الجبل واغتنام عدد كبير من الأسلحة والذخيرة التي كانت موجودة ضمن هذه المنطقة، وأسر عسكري من قوات النظام. يذكر أن تلة الزويقات سيطرت عليها قوات النظام في الشهر الماضي ووضعت بها عدد من الأسلحة والمدفعية الثقيلة، حيث كانت تستهدف من خلالها مواقع الثوار في قرية جبينة والجبال المحيطة بالمنطقة. استطاع الثوار من السيطرة على هذه التلة في حوالي الساعة 11 من مساء يوم أمس. بعد ذلك قامت قوات النظام بالرد بقصف عنيف جدا استهدف قرية جبينة والقرى المحيطة. أيضا القصف طال ناحية كنسبة وقرية شلف وقلعة شلف وقرية الحمرات وقرية شيقبور منذ مساء يوم أمس، وحتى الآن القصف لم يتوقف على هذه المناطق من مغاصب النظام المنتشرة في جبل غزالة وقمة النبي يونس وجبل المأجر. طيب أحمد، ما هي حصيلة خسائر النظام خلال المعارك؟ نعم أخي كريم، حصيلة خسائر قوات النظام خلال المعارك ما هي الحصيلة؟ نعم، في يوم أمس كانت حصيلة قتل قوات النظام أكثر من 7 عناصر قوات النظام كما ذكرت لك وأسر عنصر. أما في المعارك التي حصلت قبل يومين في محيط قرية شلف وجبل شلف في حين تصد الثوار بهجمة كبيرة كان قد شنها النظام في ذلك الوقت على استعادة السيطرة على قرية شلف وناحية كنسبة، بحسب قياديين في المعارضة أكدوا مقتل أكثر من 15 عنصر من قوات النظام وجرح العشرات. في الوقت ذاته يعني مع استمرار المعارك على مختلف جبهات جبل الأكراد يعني منذ أسبوع وإلى الآن بعد توقف يعني ليومين من ويعني شهدت جبهات الساحل هدوء نسبي في يومين، وبعد ذلك بدأت في ازدياد وتيرة المعارك على مختلف جبهات الساحل. استهدف الثوار يوم أمس مدفع فوز ديكا لقوات النظام في برج عطيرة بصاروخ طاو قام باستهدافه عناصر الفرقة الثانية الساحلية، أما عناصر الفرقة الأولى فقاموا باستهداف مواقع قوات النظام في جبل بعشورة وبرج القصف بقذائف الدبابة ومدافع الهاون. أيضا استهدف الثوار مواقع قوات النظام في قمة النبي يونس بصواريخ لقاط، وأيضا استهدف الثوار بمدفع 130 مدفع الفرقة 130. طيب أحمد، ما أهمية سيطرة الثوار على تلك التلال وما هي الخطوة التالية للثوار؟ نعم، كما ذكرت لك جبل الزويقات جبل والتلال المحيط به لها أهمية استراتيجية كبيرة كونها تشرف على قرى سيطرت عليها قوات النظام في وقت سابق من هذا العام مثل قرية عكر وقرية بوز الخربة. أيضا تفتح الطريق لتقدم الثوار باتجاه قرية جبل الأحمر التي تقع على الطريق الواصل بين ناحية صنفة ومنطقة جورين بسهل الغاب، وأيضا جبل الزويقات يشرف على عدد كبير من المساحات في الواقع في سهل الغاب في ريف حمار الغابي.
أيضا يشرف على مدينة جسر الشغور الواقعة في ريف إدلب الغربي. تمكن سوا من بسط سيطرته عليه يعني خلال ساعة فقط من بعد اندلاع المعارك. أما عن الخطوة القادمة للنظام فيعني النظام يعملون على مختلف جبهات الساحل امتدادا من عطيرة بالقرب من مصيف كاسب وصولا إلى التلال القريبة من جبل أحمر في صوفيق. لا يمكن توقع الخطوة القادمة. تارة يضربون قوات النظام في محيط قرية قبينة وتارة أخرى في المناطق القريبة من استوات حلب اللاذقية وتارة أخرى في جبل التركمان وجبل البيضاء يعني وجبل عطيرة. نعم شكرا لك من ريف اللاذقية الناشط الإعلامي أحمد الحاج بكري.